أهلا وسهلا بكم جميعا، نرحب بكم في قناة حياتنا أور لايف، وندعوكم للاشتراك بالقناة. الوحدة الثالثة، الدرس السادس، هو موضوع هذا الفيديو القصير. سوف نتحدث فيه يا أول عن التنوين، وهو تنوين الكسر، نوع من أنواع التنوين وهو تنوين الكسر. أخذنا زمان تنوين الفتح، بيكون فتحتين موجودات فوق الحرف، يعني زي هيك. أو لا، أخذنا نحن تنوين الضم هذيك المرة، يعني كنا نحط ضمتين صغار فوق الحرف المطلوب. اليوم رح نحكي عن تنوين الكسر، اللي عبارة عن كسرتين بيكونوا موجودات أسفل الشكل بالأسفل، أوكي، أسفل الحرف. طيب، نلون الصورة ثم بدنا نرسم تنوين الكسر لنكمل الكلمات. يعني نحن بدنا نحط تنوين الكسر عشان يزبط الكلام وتصير يعني الجملة صحيحة. فبنقرأ نسبح في مسبح صغير. إذا بتجيب لنا كمان لون، بتلون لي إياه هذا المسبح باللون الأزرق، تمام، مثلا هون لون المي، وإذا بدك كمان لون تاني مثلا من برا ممكن تلونه باللون الزهري. أوكي، أول إذا تعلمنا الآن كيف نحط هدول الكسرتين في نهاية الحرف المطلوب. طيب، نرسم الآن دائرة حول الحرف الأخير مع تنوين الكسر ثم نرسمه في الفراغ المطلوب. طيب، يعني بنحط دائرة حول الحرف الأخير مع تنوين الكسر تبعه، يعني هيك الباء واللي تحتيها تنوين الكسر بنحطهم مع بعض، هاي حرف الباء ونحط تنوين الكسر، وهون آخر حرف مكسور يعني تحتيه تنوين كسر هو حرف الراء، هيا وتحتيه بنحط تنوين الكسر. طيب، وين آخر حرف؟ هيو حرف السين، محطوط آخريته تنوين الكسر، فبكتب هون حرف السين وبحط تنوين الكسر. نفس الشي هون، دال آخر حرف وفي تحتيه تنوين الكسر، يعني دال وكسرتين بالأسفل. ممتاز، نقرأ الكلمات. عينا بن دارن فارسن نشيدن. طيب، الآن لازم نرسم تنوين الكسر تحت آخر الكلمات الآتية. يعني بدنا نحط تنوين الكسر تحت آخر كلمة. وين آخر كلمة؟ هون عندي هي كلمة كاملة اسمها شبل، شبل، وهي طريق، طريق، وهي طالب، طالب. هلا مطلوب مني أرسم تنوين الكسر عند آخر كلمة، شبلن، طريق، قن، طالب. أحسنتم يا أول. نأتي الآن إلى تحليل الكلمات الآتية إلى مقاطع. في عندي الكلمة هي من قارن، فإذا بحط المن لحالها والقا مع بعض إقوا آ لحالها والرن لحالها بتعمل لك مقطع كامل. وهون ص دي قن، إذا ص ودي وقن، تمام، أحسنتم يا أول. ننتقل إلى تركيب المقاطع الآتية، نركبهم مع بعض عشان نعمل كلمة وبدنا نقرأها مع بعض. فصارت رم لن، رم لن. نيجي لهون، من سو رن، مرة تانية من سو السو وهي رن، منصورن. بهيك نحن تعلمنا بالنسبة لتنوين الكسر، بنحط تنوين الكسر دائما تحت آخر حرف موجود بالكلمة وبنكتبهم شحتتين تحت بعض، تمام. إذا بهيك يا حلوين خلصنا درسنا السادس وكان سهل وبسيط. المرة الجاية رح نحكي عن الدرس السابع، وهو عن حرف الحاء بشكليه، حاء اللي ببداية الكلمة وحاء التي تأتي في نهاية الكلمة. شكرا لكم أعزائنا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولا تنسوا تعملوا لايكات على الفيديو وتعملونا شيرات. شكرا كتير لكم، وإلى اللقاء.